يا أهلا ويا سهلا، راح نعمل دحين غريبة اللوز الحجازية برضو. حبيت أعمل النوعين ورا بعض عشان تشوفوا قد إيش هي الطريقتين سهلة، وكل واحدة بطريقة غير شوية بتختلف في المقادير، والاتنين ترى لذيذة، جربوها. عندنا دقيق أبيض ودقيق أسمر، يا إما تخليهم بكميات متساوية يا إما تكتر الدقيق الأسمر، يعني مثلا 3 أسمر 1 أبيض أو 2 أبيض 2 أسمر زي ما أنا حسوي اليوم. عندنا كوب لوز مطحون، يا إما تحطيه زي ما هو مطحون أبيض، يا إما تحمصيه في الصاج شوية كده لين ياخد اللون. عندنا كوب ونص سكر مطحون، كوب ونص سمنة، نص كوب زبدة بحرارة الغرفة، ملعقة صغيرة هيل اختياري ما هي ضرورية، وعندنا هنا أنصاف لوز للزينة. بداية راح نخلط الزبدة السمنة مع السكر، وبعدين نضيف المكونات الجافة. يلا بسم الله، راح أضيف السمنة ونضيف الزبدة وبعدها أضيف السكر الناعم ونخلط. بعدها أضيف نوعين الدقيق بعد ما نخلتهم مع الهيل، الدقيق الأسمر والأبيض والهيل كلهم اتنخلوا، وكمان أضيف اللوز المحمص وأعجني بالملعقة السيليكون بالملعقة الخشب بيدك اللي يريحك، شوفي انتي شي يناسبك وايش تحبي. طيب شوفوا هذا قوام العجينة، شايفين؟ طبعا راح نستخدم ملعقة معيارية عشان تطلع كل الحبات قد بعض. شوفوا طريقة التشكيل، تاخدي بالملعقة المعيارية زي كده، طبطبيها كده عشان تاخد شكل الملعقة، بعدين شوي شيليها. شوفوا زي كده وتضغطيها بحبة اللوز دي الطريقة. اتركي مسافة بين كل حبة وحبة في الصينية. كده خلصت الصينية، راح أدخلها الفرن. اللوز هنا طبعا مسلوق ومقشر، تبي تتركيه أبيض زي كده عادي، إحنا في الأخير ما راح نحمر الغريبة من فوق، حنحمرها بس من تحت. إذا تقولي لا والله ما أبغى لونها أبيض، أبغاها تكون محمصة شوية، شوفوا هذا أنا حمصته يعني براحتك، في الأخير إحنا ما راح نشغل عليها من فوق أبدا بس من تحت. تبي تحطي اللوز محمص تحطيه أبيض زي كده زي ما تحبي، أنا حاعمل شي كده وشي كده، أرضي بها كل الأذواق للموجودين في البيت. هذه الصينية الثانية حطيت لها لوز محمص وعلى الفرن. هذه أول صينية عملناها باللوز اللي ما هو محمص، شوفوا صارت جاهزة. وهذه الصينية الثانية باللوز المحمص اللي هو ده اللي فوق محمص. طبعا ما أحرك الغريبة أبدا إلا بعد ما تبرد،
تجنن تجنن. خليني أدوق. خرافية خرافية، لازم تجربوها. طبعا حكتب لكم الطريقة آخر حاجة.